السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبي في الله في قناتكم مدونة حبيب. لمعلومات لا تنسى اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك الجديد. إن شاء الله في هذا الفيديو كيفاش نركبوا كابل الإنترنت على الموديم. طريقة سهلة جدا. كاينين الناس خاوتي ما يعرفوش يركبوا الكابل نتاع الإنترنت. نعطيكم سبيل المثال، عندنا هذا الموديم نحوسوا نركبوا الانترنت. هذا هو الطريقه الاولى. لازمنا نركبوا هذايا مع هذا. كيفاش نديرو؟ نجيبو خاوتي بريكه بهذه الطريقه. نحرقوا هذا الخيط هذايا، هذا السلك خاوتي بهذه الطريقة. ومن بعد نجيبو هذا تاني، إذا نحرقوه خاوتي بهذه الطريقة باش يكون الفيديو واضح. بعد نجيبو هذايا ثاني نحرقوه. ومن بعد نجيبو هذا كابل تاع التليفون بهذه الطريقة. اسكت ديرو منا، تقدر ديرو منا ولا تعكسهم كيف كيف خاوتي، كيف كيف. نجيبو هنا خاوتي. حنا واش نديرو قبل ما نركبو خيطان مع بعضهم؟ واش نديرو؟ نشعلو الموديم بهذه الطريقة، ومن بعد نجيبو كابل تاع الكهرباء باش يكون الفيديو واضح بهذه الطريقة. خلي المودم يشعل مليح. خلو يشعل باش يكون فيديو واضح. ومن بعد نجيبو هذوما كابل تاع التليفون وكابل اللي رايح للمودم بهذه الطريقة. هاي خاطي عطي يزال، هاي نستناو
خاوتي راه جاتنا الانترنت. هاي خاوتي سمعنا مليح. هاي هاي خاوتي الانترنت قضي زاد بدون اي مشاكل. هذه الطريقة تركيب كابل نتاع الانترنت الى المودم بطريقة صحيحة. ومن بعد هنا خاوتي دير لها سكوتش باش ما يمسوش مع بعضها. الا ما مع بعضهم خاوتي تكوبي الانترنت او تروح لا ديازال. لازم خاوتي هنايا دير لها بالسكوتش هنايا بهذه الطريقه خاوتي. شوفوا معايا مليح. ومن بعد دير لها سكوتش. هذه الطريقه الصحيحه. مهم اللي عنده اي مشكله ولا ما فهمش في هذا الفيديو او يخلينا التعليق اسفل هذا الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.